السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح ليزب ديلوكس. الليزب اللي هو اسمه ديلوكس ده أنا كنت نزلت له فيديو قبل كده وشرحت فيه الاستخدام بتاعه، لكن باختصار كده الليزب ده بستخدمه في إني بسقط البلوكات أو المخارج الكشافات من الأوتوكاد للديلوكس مباشرة. طبعا الخطوة دي أو الليزب ده هيفيدني لو عندي توزيعة الكشافات الموجودة على الكاد مش توزيعة منتظمة، يعني مش عدد صفوف فعدد أعمدة. طبعا زي ما احنا عارفين الدايلكس بياخد يا إما لو أنا دخلت نيو روم من هنا كده أوكي، بياخد يا إما توزيعة سينجل لومينير، يعني أقدر أدخل كشاف واحد عشان أوزعه براحتي في المكان اللي أنا عايزه، يا إما أقدر أدخل لاين ارينجمنت، يعني انا هدخل صف او عمود من الكشافات، او فيلد ارينجمنت اللي هو توزيع كشافات عدد صفوف عدد اعمدة. يعني انا ممكن ادخل عدد صفوف 2 وعدد اعمدة 2، ده كده اسمها توزيع منتظم. يعني انا اقدر ادخل زي ما قلنا مثلا عدد الروز او الصفوف 2، وهنا عدد المخارج لكل صف 2. لو جيت دوست انسيرت هلاقي ان هو دخل 2 في 2، دخل ماتريكس او مصفوفة عدد الصفوف بتاعتها 2 وعدد الاعمدة بتاعتها 2. لكن انا لو عندي التوزيع بتاعت الكشافات دي على الاوتوكاد مش واخدة توزيع منتظم، بيبقى ليها اسباب ان هي مش واخدة توزيع منتظمة، ان مثلا الشكل او الجيومتري بتاع البلان بتاعي مش منتظم، فبضطر ان انا اوزع فيها الكشافات بطريقة مش منتظمة. مثلا لو جيت للرسمة دي كده بيبقى عندي الحوائط بتاعتي مش مرسومة في الاكس، في الاكس والواي بتبقى مايلة، فانا بضطر ان انا اوزع الكشافات بحيث تاخد الشكل او الجيومتري بتاع البلان بتاعي. وساعات المهندس الاي دي اللي هو الانتيرير ديزاين هو اللي بيوزع الكشافات، فهو بيوزعها بشكل جمالي اكتر بغض النظر ان هو ممكن ما يلتزمش بان التوزيع تبقى منتظمة او لا. فانا بضطر ان انا مثلا التزم بالتوزيع بتاعته وانا عايز اعمل لوكس كالكوليشن للتوزيع اللي هو عملها. مثلا توزيعة زي دي انا عندي الكشافات مش متوزعة بانتظام وعايز احسب لوكس كالكوليشن للاريا دي، فانا هضطر ان انا اروح امسك البلان واحط كشاف بايدي في المكان بتاعه، المفروض اشوف مكانه في الاوتوكاد واسقط مكانه كشاف في الدايلوكس. لكن لو عندي الاريا او البلان بتاعي كبير طبعا هياخد مني وقت ومجهود ان احط الكشافات مكانها في الدايلكس، وخصوصا لو البلوكات او الكشافات بتاعتي واخده روتيشن، يعني انا هنا عندي الكشافات دي مقلوبه او واخده زاويه دوران. الدايلكس الديفولت بتاعه بينزل لك البلوك او المخرج في زاويه الدوران بتاعته صفر. فاحنا هنعرف ازاي دلوقتي عن طريق الليزب اللي هو اسمه ديلوكس نوزع الكشافات في الغرف، وازاي نصدر الكوردينيتس او الاحداثيات بتاعت الغرف بتاعتي مباشرة من الاوتوكاد للديلوكس، واحدد ارتفاعها برضو مباشرة من الكاد، واوزع الكشافات جواها من الكاد، ونحدد زاوية الدوران اوتوماتيك للكشافات. يعني لو جيت وزعت الغرفة دي المفروض ان هي الكشافات تنزل بنفس زاوية الدوران اللي انا شايفها قدامي دي. لازم طبعا يكون الديلوكس عندي دايلكس 4 اللي هو الدايلكس الاحمر. بعد كده الخطوة اللي بعد كده المفروض اني اعمل امبورت او اجيب الاوتوكاد اللي انا هشتغل عليه. هروح لقائمة فايل امبورت دي دبليو جي واختار نيكست، هعمل براوز على الفولدر اللي انا حاطط فيه الملف بتاع المعماري وليكن موسك ديلوكس. هلاقي ان ده ملف الاوتوكاد اللي فيه المعماري او الاركتكتشر بتاعي، هدوس عليه دبل كليك وهدوس نيكست
هنا لازم اختار في الخطوة دي وحدة الرسم اللي الرسمة مرسومة بيها مظبوط. يعني انا لو راسم بالمليمتر هروح اختار مليمتر من القايمة هنا وهدوس نيكست، ولازم اختار الاوبشن ده اعمله جلوبال كوردينيت سيستم بحيث ان هو ينزل الرسمة المعماري جوه الدايلكس في نفس المكان بالظبط اللي موجود في الكاد، وهدوس نيكست وفينيش. كده انا حطيت او دخلت رسمة المعماري او الاركتكتشر بتاع المبنى للدايلكس. بعد كده خلاص بنزل الدايلكس وبروح لرسمة الكاد بتاعتي لو انا عايز اصدر الكشافات اللي موجودة جوه الاوضة دي. عندي اول اوبشن ان انا ممكن ادخل الروم من الاوتوكاد او احداثيات الغرفة بتاعتي من الاوتوكاد للديالكس مباشرة عن طريق اني ارسم بولي لاين حوالين الغرفة اللي انا عايز اصدرها او اصدر الاحداثيات بتاعتها للديالكس بالمنظر ده. بنفس طريقة عمل الديالكس بروح الف على الغرفة بتاعتي وبقفل الأوضة زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا رسمت بولي لاين حوالين الفراغ او الغرفة اللي انا عايز اعمل لها حسابات في الديلوكس. بعد كده لو جيت كتبت امر ديلوكس هلاقي هنا اختار وحدة الرسم مليمتر، وبختار من الاوبشنز اللي انا هشرحهم دلوقتي. دلوقتي اول اوبشن هنشرحه ان انا عايز اصدر احداثيات الغرفة بالارتفاع بتاعها للديلوكس من الاوتوكاد، فهروح اختار الاوبشن بتاع رومز اونلي، يعني انا عايز اصدر الغرفة فقط الاحداثيات بتاعتها فقط بغض النظر عن المخارج او الكشافات اللي جواها. هختار الاوبشن اللي هو رومز اونلي، وهروح اختار الغرفة اللي انا عايز اعمل لها اكسبورت للديالكس وهدوس انتر. هيسألني هنا على ارتفاع الغرفة بتاعتي، وليكن ان ارتفاع الغرفة عندي هنا 6 متر، هنا ده صحن بتاع مسجد فالارتفاع بتاعه 6 متر، انا هكتب 6 وهدوس انتر. كده انا ساب الماوس والمفروض ان الليزب دخل عمل نيو انسيرت روم وحط الاحداثيات بتاعت الغرفة بتاعتي اللي هي الروم رقم 10. لو انا جيت مثلا همسح كل الغرف اللي كانت موجودة قبل كده هدوس كنسل، اروح للاوتوكاد تاني هكتب امر ديلوكس واختار وحدة الرسم رومز اونلي واختار الغرفة بتاعتي وادوس انتر، اكتب الارتفاع وادوس انتر. الاوتوكاد هيروح للدايلكس يحط الارتفاع بتاع الغرفة والاحداثيات بتاعتها. كده هو دخل الروم اللي هي اسمها روم 11، دخل الاحداثيات بتاعتها وحط لك الغرفة بالارتفاع اللي انت كنت كاتبه اللي هو 6 متر. دلوقتي ده اول اوبشن ان انا ممكن اصدر الاحداثيات بتاعت الغرف مباشرة من الاوتوكاد للديالكس. لو انا عايز ادخل بقى البلوكات او الكشافات الموجودة في كل غرفة من الثلاث غرف دول، يبقى انا مثلا هروح اقف على الروم اللي هي رقم 11 اللي هي الجزء ده، وهروح للاوتوكاد هروح اختار المخارج اللي جوه الغرفة دي وهكتب امر ديلوكس ووحدة الرسم ديلوكس مليمتر. هختار بلوكس الاوبشن بتاع بلوكس اونلي ان انا دلوقتي هصدر المخارج بس للديلوكس اللي هو الاوبشن الثالث، وهدوس كده اختار البلوكات اللي انا عايز اوزعها او اصدرها من الاوتوكاد للديلوكس. زي ما احنا شايفين هو المفروض هيحط المخارج كل مخرج في مكانه. هنا هتلاحظ ان هو حاطط الكشاف مش مظبوط، يعني نوع الكشاف مش هو نوع الكشاف اللي انت عايز تستخدمه في الفراغ او الاوضة دي. المهم ان هو هيوزع لي مكان المخرج. انت ممكن بعد ما بيوزع المخارج ممكن تروح تختار الكشافات وتغير النوع بتاعها زي ما هنشوف دلوقتي. دلوقتي خلاص هو وزع او خلص التوزيع بتاعت الكشافات، خد الاحداثيات بتاعتها من الاوتوكاد
وينزلها في مكانها مظبوط جوه الدايلكس. اقدر بعد كده لو انا عايز اغير نوع الكشافات دي ان اختارها، ومن هنا اقدر اختار نوع الكشاف اللي انا عايزه، وليكن الكشاف اللي هو MK2 اللي هو ده الداون لايت زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. يبقى انا اقدر عن طريق الاوتوكاد اني اصدر، اعمل اكسبورت للاحداثيات بتاعت الغرفة، واقدر اصدر الاحداثيات بتاعت الكشافات. طبعا انا هكرر الاكزامبل او المثال اللي فات ده على الغرفة دي. الغرفة دي مثلا الكشافات بتاعتها مايلة او واخدة الاينمنت في اتجاه الغرفة اللي انا راسمها. لو انا دلوقتي جيت كتبت امر دي لوكس وهختار مليمتر واختار رومز اونلي بحيث ان انا اصدر الاحداثيات بتاعت الغرفة بتاعتي، هلاقي ان هو عمل الاحداثيات ونزل لك الغرفة في مكانها المظبوط على الدايلكس. اقدر بعد كده ان انا عايز اوزع مثلا الكشافات دي جوه الغرفة، هكتب امر دي لوكس وهدوس انتر وهختار بلوكس اونلي وهختار البلوكات او الكشافات اللي موجودة جوه الغرفة دي وهدوس انتر. طبعا الدايلكس بيوزع لك نوع الكشاف على حسب اخر كشاف انت كنت مستخدمه قبل ما تشغل الليزب. لو انا جيت اخترت نوع الكشافات دي عايز اغيرها، اخليها 60x60 مثلا اللي هو دوت، هتلاقي ان الكشافات محطوطة بنفس زاوية الدوران اللي كانت موجودة بيها في الاوتوكاد بتاعك. في اوبشن تالت ان انا اوزع الغرفة بكشافاتها مرة واحدة، يعني احط الاحداثيات بتاعت الغرفة واحداثيات الكشافات مرة واحدة زي ما هنشوف كده. لو انا جيت رحت للكاد عايز مثلا اصدر الاوضة دي بالكشافات بتاعتها مرة واحدة او كذا اوضة، لو انا عندي كذا اوضة ورا بعض كده جنب بعض عايز اصدر كل غرفة بالكشافات اللي موجودة جواها، اول حاجة بكتب امر كاونت وبختار الكشافات اللي انا عايز اوزعها او الكشافات اللي ممكن تكون موجودة جوه الغرفة بتاعتي وبدوس انتر. بقدر عن طريق امر كاونت اني اعمل جدول بالبلوكات او المخارج او الليجند بيها. بعد كده بختار او بكتب امر ديلوكس بدوس انتر واختار وحدة الرسم واختار الاوبشن الاولاني اللي هو رومز اند بلوكس، يعني انا عايز اصدر احداثيات الغرف واحداثيات الكشافات مرة واحدة، فبختار اول اوبشن وبختار الغرف اللي انا عايز اعملها وادوس انتر واكتب الارتفاع بتاع الغرف بتاعتي وليكن 2.8 متر. هلاقي هنا ان هو بيسألني بيقول لي select electrical outlets block table، يعني هتروح تختار الجدول اللي انت كنت عملته من شوية اللي جواه البلوكات او الكشافات اللي انت عايز توزعها بحيث يتعرف اوتوماتيك على الكشافات اللي موجودة جوه كل غرفة، فهختار الجدول بتاعي ده وكده الليزب اوتوماتيك هيروح للدايلكس هيوقع الاحداثيات بتاعت الغرف ويوقع اوتوماتيك الكشافات اللي موجودة جواها بالروتيشن بتاعها، يعني كل غرفة هيحط جواها الكشافات بتاعتها ويعدل زاوية الدوران على حسب زاوية الدوران اللي كانت موجودة عندك في الاوتوكاد. في النهاية الليزب تجريب لمدة 30 يوم هو ومجموعة الليزبات التانية كلها اللي موجودة ضمن قائمة سيركت برو. لو انا رحت الاوتوكاد هنا هتلاقي قائمة سيركت برو جواها مجموعة من الاوامر او الليزبات الخاصة بالاوتوكاد عامة وخاصة بمهندسين الكهرباء بصفة خاصة، هتساعدهم في شغل الشوب درونج والديزاين
والدرافتنج، وفي النهاية لعجبك الشرح اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا.